تالي مساحتنا الأولى لليوم مع ضيوف رح نحكي عن أعراض الإنفلونزا والرشح والجريب اللي ممكن تتشابه بعض الشيء مع فيروس كورونا والأعشاب المفيدة في تحسين المناعة والوقاية من الأعراض الفيروسية. تساؤلات كتير رح يجاوبنا عليها الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح خير. يسعد صباحك دكتور شادي. يعني بالبداية هلأ وبالفترة الحالية ومع انتشار فيروس كورونا صار كل ما حدا سعل أو عطس فهو بخاف أو بصيبه حالة من الهوس، هو ممكن يكون أنه هو مقرب قريب طبيعي عادي تغيير فصول مثل ما عم بصير معنا هلأ. خلينا نحكي دكتور عن الأعراض، هيك الرشح العادي أنه ما دغري الواحد يلا يتجه فورا أنه كورونا دغري. هلا اول شيء نحن سابقا كان يعني بفصل الصيف او حتى الطقس دافي فنقول الاعراض اللي بس تظهر على الشخص، فحكما نحن يعني بياخذ اجراءات التباعد ببلش ب يعني كل الاجراءات اللازمه لعزل نفسه عن المجتمع لحتى ما يعمل عدوى في حال كان في اصابه. اليوم مع دخول فصل الشتاء وتبدل الطقس الموضوع شوي راح يختلف، لانه راح نشوف في كثير ناس عندهم بطبيعه الاحوال يعني اصابات موسميه، ممكن يصير في عندهم احتقان انف، يصير في عندنا ببعض الاحيان رشح، شويه سعال، وهذا كان كان يمرق بشكل طبيعي. صحيح. بس اليوم مثل ما قلتي صار في عندنا فوبيا من الموضوع، بس نشوف حدا معناتها ممكن يكون في عنده اصابه. بدايه نحن ما حنضلنا عم نتعامل مع الشخص اللي عنده هيك اعراض على انه شخص مصاب بس بالعزل بدون، يعني نحن اليوم دائما لازم نقول نحن نقطة مهمة، ما فينا نحن نتوجه لأخذ مركبات كيميائية للعلاج من تلقاء نفسنا، تمام؟ صحيح. الفيتامينات والمعادن هي خلينا نقول هي خطوة مهمة نحن ممكن ناخذها، بالإضافة لبعض الأعشاب اللي ممكن تساعدنا على التغلب على الأعراض. نحن عادة بالإصابات الفيروسية شتاء معالجة عرضية فقط، يعني نحن بنخفف الأعراض، عندنا احتقان ناخذ مضاد احتقان، بيكون في عنا مثلا ارتفاع درجة حرارة بناخذ خافض الحرارة، بيكون في عنا بعض الأعراض المرافقة نحن سعال حسب نوع السعال، إذا سعال جاف بناخذ شيء مهدئ للسعال، وإذا سعال منتج بناخذ شيء مقشع ويساعدنا على التخلص من البلغم أو القشع اللي ممكن يكون مصاحب ومرافق له. لذلك رح نشوف اليوم كثير من الناس عندها الأعراض بس ما بالضرورة يكون كلهم عندهم كورونا، بس كونه نحن تفشي يعني وانتشار هذا الفيروس بدنا نضلنا نحن نتعامل بحيطة وحذر، وإذا ظهرت هاي الأعراض نعزل نفسنا لبين ما نتغلب على الأعراض. طبعا هون بيختلف موضوع العزل، نحن إذا كان عرضية يعني هاي الأعراض بسيطة وهي عبارة عن إنفلونزا الموسمية فخلال يومين يعني ل 72 ساعة ماكسيموم بكون خلص الموضوع. أما نحن في حال كانت القصة هي عبارة عن إصابة كورونا ففي أعراض تانية صارت الناس كلها بتعرفها وبنشوفها شوي شوي بتبلش تتطور. بالإضافة لازم ننتبه على شيء كثير مهم، أنه نحن اليوم ما بيصير ناخذ صادات حيوية على إصابات فيروسية. يعني اليوم ما يسمى شعبيا بحب الالتهاب هو خطأ كثير كبير أنه نحن نتوجه له لحالنا من تلقاء نفسنا، إذا شعرنا ببعض أعراض فيروسية نروح ناخذ حبوب التهاب. في أشخاص عم بيلجأوا للعلاجات الدوائية، بس كمان بنفس الوقت في أشخاص يعني بيفضلوا دائما الطب البديل بالأعشاب. خلينا نحكي عن الأعشاب المفيدة بهالوقت للوقاية من الأمراض الفيروسية، نحكي عن عشبة عشبة وشو رأيك يعني من شو بتقي؟ تمام. هلا نحن من الأشياء اللي ممكن نستفيد منها وحقيقة موجودة وبتعطي نتائج مهمة كثير هو الزنجبيل. الزنجبيل اليوم في كذا طريقة لاستخدامه نحن لحتى نحن نرفع من يعني جهوزية الجسم لمقاومة العدوى الفيروسية. ممكن ناخذه نحن بشكل أخضر أو نستخدمه مسحوق مجفف يضاف إلى أنواع الشاي المختلفة اللي ممكن نحن نشربها أو الزهورات، له دور مهم جدا الحقيقة. دائما نحن في عنا نقطة مهمة، أي مركب فيه زيت عطري فهو عنده قدرة مضادة للفيروسات والجراثيم كزيت عطري. الزنجبيل والعسل دكتور ممكن نحن نستخدمه مع العسل في حال يعني كان إمكانية ذلك بظل ظروف الاقتصادية. صحيح. أو ممكن المربى، يعني نحن ممكن المربى مع الزنجبيل إذا حبوا ياخذوا الطعم السكري، أو مع بشكل منقوع مع الزهورات مع الموجودة بالبيت. يعني مثلا عندنا مثلا ممكن نحن كمان الاشياء المتوفره كثير الياسمين كثير متوفر فينا نحن يكون هو شريك معنا
يعني كباية الزهورات اللي ممكن تتاخذ بشكل يومي. نحن لما بيكون في عنا يوميا خليني اقول استخدام لهي الانواع من المركبات اللي فيها زيوت عطريه، بنساعد الجسم بشكل كثير كبير على التغلب على سواء اصابات فيروسيه او اصابات يعني جرثومه مرافقه. الزعتر والنعناع اليوم نحن صفينا عم نحكي عن مركبات اساسيه الحقيقه ومهمه لنخفف من حالات اصابات فيروسيه طرق تنفسيه. ممكن نحن مع بعضهم نستخدمهم كونهم فيهم تيمول ومنتول تماما. ومتوفرين بكثره. يفضل الانواع اللي هي نحن بنسميها البريه منها اذا توفرت، تمام، لانه بتحتوي على محتوى اعلى من الزيوت العطريه، ما بنغليها، بنغلي المي وبنسقط فيها الاعشاب، بنغطيها 10 دقائق، بنحليها بالعسل او بالسكر، بعدين بيتم استخدامها وهي دافيه. ممكن نحن يعني من الاشياء المهمه جدا حقيقه ومفيده استنشاق حتى الشذى العطري لهي النباتات، يعني هي عم تتحضر العطور اللي عم تطلع منها ممكن نحن نستنشقها بتفيد طرق بيقولوا تنفسيه. النعناع، بيقولوا البابونج كمان. كمان البابونج مفيد جدا مهم، نحن اليوم عندنا يعني كل هاي النباتات متوفره نحن عندنا هون بالارض، تمام. ففينا نحن بنعمل توليفه من هالنباتات اذا حبينا بالبيت، كل ست بيت تعمل توليفه من هالنباتات وتخلي كل العيله تشرب منها بشكل يومي صباحا ظهرا مساء، مفيده لحتى نحن نتغلب على هي الاعراض اللي ممكن تصيب. دكتور شادي، يعني من يوم يومنا نحن من وقت ما قبل كورونا وقبل كل شيء نحن الاعشاب هي متواجده بكل بيت، بيت وخاصه بالبيوت الدمشقيه ومتوفره حتى بالجنين. نحن رح نكفي حديثنا معك، ولكن رح ننتقل مع مشاهدينا ومعك دكتور لنتابع شو فوائد النعناع ونرجع مع ضيفنا. أثبتت الدراسات أن النعناع يعمل على زيادة إفراز ونشاط الغدد اللعابية والأنزيمات الهاضمة، ما يساعد في عملية الهضم ويساعد في حالات وعلاج عسر الهضم، إضافة إلى دوره في علاج مشاكل القولون العصبي وتهدئة المغص وتقلصات المعدة. وللنعناع أثره الإيجابي على صحة الجهاز التنفسي، حيث تساعد الأوراق على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين وتسريع عملية الشفاء، خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. له خصائص علاجية تسهم في تخفيف أعراض الربو بفضل رائحته القوية التي تساعد على فتح الممرات الهوائية وتعمل على إراحة النفس، ولهذا يدخل ضمن صناعة أجهزة الاستنشاق. يساعد على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد وتشجيع إفرازه لما يعرف بهرمون السعادة، وبهذا يمكنه علاج الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. وتحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. إدخال النعناع في الغذاء اليومي يساعد على تقوية وتحسين جهاز المناعة لاحتوائه وأوراقه على الفوسفور والكالسيوم. دكتور، مثل ما تعرفنا على فوائد النعناع، خلينا نحكي عنها كمان بشكل أكبر. مثل ما حكينا هي بتساعد بتخفف التوتر وبتساعد على علاج الحمى وكثير من الفوائد الأخرى. تماما، نحن اليوم هذا النبات الحقيقة من النباتات اللي استثمرت صيدلانيا بشكل كبير جدا. اليوم صار في عنا كثير مستحضرات تحتوي عليه لأنه له تأثيرات سواء مرتبطة بالمركبات الفعالة
اللي هي زيوت عطريه مهمه جدا كمضادات تشنج، ممكن استفاده منه المشاكل المعديه والمعويه، الاشخاص اللي عم بيعانوا من غثيان ورغبه في الاقياء كمان بيعالجهم بشكل مهم جدا، بخفف الاعراض المرافقه لل يعني اللي نحن بنسميهم اعراض الرشح، هو له دور مهم كثير بتخفيفهم، بالاضافه انه نحن اليوم فينا نستخدمه بكذا طريقه، يعني نحن اليوم سواء مركب العطري او حتى المسحوق ممكن استخدامه بشكل اخضر مع يعني بالغذاء ممكن يفوت، فبالتالي نحن هذا النوع. طبعا النعنع البري بيكون اكثر فعاليه الحقيقه من النعنع اللي نحن المائي اللي نحن بناكله يعني بوجباتنا، فهو له فعاليه لانه فيه زيوت عطريه، والحقيقه اخر دراسات عم تحكي عن امكانيه حتى استخدامه لتخفيف الانتانات والتهابات جوف الفم، وبالتالي نحن اليوم اي شيء مرافق للاصابات اللي ممكن تكون بهذا الوقت حتى مشاكل فمويه بيساعد فيها كمضاد للجراثيم، مضاد للفيروسات، وبيحسن من خليني اقول رائحه الفم، وبالتالي ممكن نحن استخدامه حتى يكون له اكثر من يعني من فائده. بنرجع بنقول نحن ست البيت بتعمل توليفه من النعنع والزعتر والبابونج، ممكن نحن في حال رحنا باتجاه اعراض سعال نضيف الختميه كمان متوفره، او الخبازه اللي هي موجوده طبق يعني ببعض المناطق بسوريا بيستخدموه، فيهم مواد لعابيه بتساعد على تخفيف حاله السعال. من النباتات المهمه جدا حتى نحن اذا في حال كان في عندنا نحن حالات سعال جاف، هو شقائق النعمان اللي نحن ممكن نستخدمه لتخفيف حالات سعال جاف، بنضيف شوي منه على الزهورات بيعطي نتائج مهمه ليخفف السعال الجاف ويهدئ. صحيح دكتور شادي، يمكن نسينا الكينا الشامي الاوكاليبتوس، يعني قديش ايضا كمان كثير بيساعد وخاصه استنشاق او بخاره السعال بالبيت. نحن اذا يعني بكره راح يصير في عندنا مدافئ، اذا نحن كان في مي دائما عم يعني بخير. عم ترتفع حراره المي وبتتبخر، اذا حطينا كميه من الاوكاليبتوس او ما يسمى كينا الشام من الورق بيعطي رائحه عطريه بالبيت، وبنفس الوقت بيساعدنا استنشاقا على تخفيف حالات واعراض المرافقه للرشح. وبالمناسبه هذا النبات هو الطعام المفضل لدب الباندا، وبالتالي دائما رائحته عطريه، بيستخدمه بشكل كثير كبير. هذا نبات مهم الحقيقه، موجود بالطرقات السوريه تماما، موجود بالطرقات السوريه، ممكن الاستفاده منه استنشاقا بشكل كثير مهم. معظم المستحضرات العالميه اللي تستخدم لمشاكل الصدر بيكون بيدخل فيها الاوكاليبتوس كمركب اساسي، هو متوفر عندنا كم ورقه، نحن بنغسلهم بشكل جيد بنجففهم بعدين بنحطهم، ممكن تخليهم ست البيت عندها موجودين تحطهم لتبخيرهم والاستنشاق بشكل دائم بالبيت، مهم جدا لتخفيف هاي الاعراض. اكيد دكتور، كثير كمان في عندنا اثار جانبيه لاستخدام الاعشاب، خلينا نحكي عنها نسلط الضوء عليها لحتى ست البيت تعرف شو هي الاخطاء اللي المفروض ما تعملها. تماما، نحن اهم اخطاء بتكون هي او ما يسمى بالاثار الجانبيه اللي بتظهر نتيجه سوء الاستخدام و ارتفاع الجرعات او استخدام مركبات يعني ما انا كثير امنه بندخلها. نحن على سبيل المثال نحن بالنسبه لهي المركبات العطريه لا، نحن جرعات عندنا فيها هامش امان عالي كثير، تمام، بس في ناس بيستخدموا مثلا عرق السوس مهم كمضاد فيروسي، لازم ننتبه من موضوع الجرعه وتاثيراته الجانبيه المرتبطه بالضغط. البعض بيستخدم بعض المركبات الثانيه اللي هي مثلا لازم ننتبه، نحن مثلا اللبلاب بالشكل الصيدلاني هو امن، بس الورق اللبلاب الموجود بالشوارع والطرقات وممكن ببعض الجناين هذا سام، ما فينا نحن نستخدمه نغليه ونستخدمه انه فيه مركبات سامه. اللبلاب اللي مستخدم بشرابات السعال بالصيدليه مختلف عن يعني فيه مواد يعني سامه مزاله منه ومستخدم صار امن للاستخدام، لذلك كمان ننتبه موضوع البعض بيقول انه استخدام اللبلاب ممكن يكون مفيد للسعال، صح ولكن من مصادر صيدلانيه مستخلصه بشكل يعني فعال وامن. بنفس الوقت نحن اليوم عم نحكي عن طريقه الحفظ، انا اليوم اذا حفظت هي النباتات بطريقه خسرت فيها الزيوت العطريه ما عاد فيني استفيد من الزيت العطري، وبتحول المركب لمركب غذائي فقط، لذلك ست البيت لما بدها تحفظهم تحفظهم بشكل مغلف لحتى يعني ما بخلط الزهورات وبتركهم مفتوحين لانه ما عاد استفدت انا من القيمه الطبيه فيهم، لازم غلفهم بشكل حافظ على الزيوت العطريه، لازم ما احفظهم بالبراد، لازم احفظهم بشكل مغلف بالظل وبدون تعرض لاشعه الشمس او بدون ما تكون قريبه لمصدر حراري
او حتى وضعها بالبراد ما مفيد، لانه نحن كله هذا بيخسرنا من القيمه المهمه، بالاضافه انه ما نحضر المركب مثلا، نحضر كبايه الزهورات ونخليها لفترات طويله تكون فقدت الزيوت العطريه وبالتالي ما عدنا استفدنا منها بهذا الاتجاه. نعم. كله هذا يعني بياثر بالنتيجه بالفعاليه، ولازم يكون عمليه الانحلال كامله لنحصل على اللون المطلوب اللي هو بيعطيني مؤشر على انحلال المركبات الفعاله اللي ممكن تعطيني تاثيرات مهمه للاشخاص اللي ممكن يستخدموهم بهذا الفصل. اكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه، وبنشوفك اكيد بحلقات قادمه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا، اتمنى لك دكتور نهار جميل، وان شاء الله يا رب هيك تكونوا مشاهدينا قدروا استفادوا من المعلومات يلي قدمتها. تسلمي يا رب، شكرا.